اشوفك في تجربه عالميه جديده قريب. انا ما ببطلش، انتوا عارفيني. ايه المحطه الجايه؟ بص المحطه، انا ما مشيتش من اون على فكره، بس انا لازم اعمل حاجه جديده. انا بحب دايما اجدد، هعمل برنامج جديد ان شاء الله. بس انا في مرحله دلوقتي استقرار بدني، يعني عايزه اريح شويه. الدكاتره حتى قالوا لي اهدي على نفسك شويه. برنامج شيخ الحاره اقترن اسمه ببسمه وهبه. زعلان ان انت سبت البرنامج وما قدمتوش السنه دي؟ لا مش زعلانه ان انا سبته. انا رحت في تجربه جديده حلوه جدا، لاني اثبتت ان بسمه وهبه تقدر تعمل كل الالوان.